بنكفي معكم عالم الصباح. ننتقل مع الشيف عبد الله هلا بعد شوي، ولكن قبل بنعمل جوله بالسينما سريعه. ضمن افلام هالاسبوع فيلم الجريمه امريكان باستورال. احداث الفيلم بتصير سنه 68 عن رجل بيشتغل كتير وفجأة بيشهد انه حياته الشبه مثالية عم تنهار بسبب انخراط بنته مع مجموعات سياسية متطرفة. بأول تجربة اخراجية لأوين ماكغريغور وبطولته مع جينيفر كونيلي وداكوتا فانينغ. You think you know how the world works? وفيلم الخيال دكتور سترينج بنسخة 3D. من بعد ما يتعرض جراح الأعصاب دكتور سترينج لحادث سيارة بخسره شغله، بيبدأ رحلة الشفاء وقت اللي بيتعرف على The Ancient One اللي بيصير المعلم تبعه بالميستيك أرتس مع بنديكت كومبرباتش، تشويتل أليوفور وريتشل ماكادامز. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. You travel great distances in an instant. My name is Branch, and I'm a troll. وفيلم الانيميشن الموسيقي Trolls بنسخة 3D وبنسختين انجليزية وفرنسية عن أميرة من الترولز وصديقة ترول اللي بضل غير سعيد واللي عم بيحاولوا فيه إنقاذ أصحابهم من الأكل من قبل أعدائهم. بأصوات أنا كندريك، زوي دو شانيل وجاستن تيمبرليك، والموسيقى الرائعة اللي عمل البعض منها جاستن تيمبرليك. كابتك؟ برانش، we just got attacked by a Bergen. A Bergen. It took everybody. Dad! What's your plan? To rescue everyone and make it home safely. فإذا شفنا الأفلام وبنرجع كمان بعد شوي ونشوف بالسينما، رح نرجع نحضر كمان ثلاث أفلام بالسينما، نرجع منعيدهم بما أنه هيك. لا عم نمزح، خلص حنروح أحسن ما ينهار رشة ملح. والله خذي مني مصاري وروحي احضري فيلم هلا، روحي على السينما وانا بكمل الوصفات لحالي. ما عتلنا نيمي اكل شربه بالسينما، ما تعتلهم. طيب وصلنا لختام عالمنا الصباحي اللي عم يحضرنا هلا. شو صرنا عاملين؟ عملنا الكب كيك، خبزتهم انا الصبح، عملنا بتاني وقفه اذا بدكم السكر مع الزبده وهلا حنحكي عنهم، وهلا عم نجهز خليط الكب كيك. حتيجوا تلاقوا عندي بقلب المكنه عندي هالسائل الاصفر اللي هو مثل ما قلت لكم انا دائما بالكيك بنقسم الفرق بالنص، بنقسم الويت ميكس مع الدراي ميكس لحال. يعني عندي من الزبده هلا بدي اضيفها هون، حنضيف الزبده صرنا حاطين بالمكنه زبده، حاطين من الكريمه من اللبن من السكر من البيض ومن عصير الليمون. عندي هالمكونات كلها. هلا الميكس الثاني اللي عندي هون اللي عم ضيفهم هو الطحين، برش اذا بدكم الليمون، الفانيلا، البيكنج باودر حتى يندمجوا مع الخليط اللي عندي. بعد ما الخليط يصير على المكنه جاهز حنجي نحكي شوي عن كريمه الزبده اللي عملناها. كريمة الزبدة حطيت تلوينة إذا بدكم صفرة فيكم تلونوا باللي بدكم، وحطيت من الزبدة بحرارة الغرفة مع سكر البودرة. دايما لما نحط مثلا حطينا 200 جرام من الزبدة، لما نحط 200 جرام من الزبدة بنحط ضرب 3 سكر بودرة يعني 600 جرام، وإذا بدكم فيكم تضربون نحن مش هواي هون. اوكي، بعد ما دمجنا عنا الطحين مع الزبده اللي حطيناهم اخر شيء، حطينا اول شيء البيض
مع عصير الليمون، اللبن، الكريمة، السكر، خلطناهم مع بعض، ضفنا لهم الطحين مع الفانيلا، البيكنج باودر والبرش الليمون. لكن هيك بنكون عملنا الويت ميكس لحال والدراي ميكس لحال. وهي الخليط عندي صار جاهز. هنجي نفضي الخليط اللي عنا بقلب الجات. دايما لما تشتغلوا بالمكنة حركوا الطراف لانه بيكون معلق عليها السكر والزبدة. فيكم تستعملوا الفانيلا السائلة، انا اليوم استعملنا الفانيلا البودر او اذا بدكم سكر الفانيلا، وفيكم تستعملوا الفانيلا البودز اللي هن الفانيلا الفريش. هاي خلطة الكب كيك عندي صارت جاهزة. هلا بنرجع نسكبها انا وانتم. نرجع الكب كيك اللي خبزناه، شو برجع بقول شو عملت بالسكر. في عالم بيحطوا سكر بودرة على الحلم مع شوي من عصير الحامض ليصيروا عندهم فروستينج، يصيروا يتشققوا يعني، اوكي، وبيغطوا فيها الكيك او الجاتو او الكب كيك اللي عندهم. انا اليوم حطيت 200 جرام من الزبده مثل ما قلت بحراره الغرفه مقطعه مكعبات، ضفت فوقها 600 جرام يعني ضرب ثلاثه، دائما قد ما بنحط زبده بنحط سكر بودره، وضفت عليها اذا بدكم شوي من المي، فيكم تضيفوا من عصير الحامض لتعطوها طعم الاسيد شوي هيك الحموضه، وفيكم اذا بدكم تضيفوا شوي من الكريمه. اهم شيء تضلها بحراره الغرفه، وبس بدنا نحفظها نعزل عنا الهواء. كيف يعني نعزل عنا الهواء؟ يعني دائما نغطيها للكريمه اللي عنا حتى مجرد ما تعرضت للهواء نعرف السكر بودره والزبده حتنشف عنا. لكن التلوينه حطينا شوي من التلوينه، فيكم تضيفوا التلوينه اللي بدكم اياه تلونوا فيها الكريمه اللي عندكم، بتعملوا نفس الباز اللي قلت لكم اياه وبتقسموه ساعتها على جنب وبتلونوا كل تلوينه لحال. جيب صحن صغير، خلينا نطفي الزيت لانه حمي. وحاخد هالكريمة بهالطريقة. لكن هيدي الكريمة اللي عندي بس تتعرض للهواء تجمد عندي وبتقسى. فيكم تنقوا الاشكال اللي بدكم اياه. شفتوا كيف الكريمة سلسة على مفعول السكر بودرة مع الزبدة اللي بحرارة الغرفة. وحتى الكيك اللي عملناهم يعني الكب كيك اللي عملناهم والخليط اللي قدامكم عملناه هلا، دائما المكونات لازم تكون بحراره الغرفه. يعني ما نجيب البيض من البراد ولا الزبده تكون بالبراد. ظهر قبل ما نعمل الكيك اللي عندنا المكونات تعوله قبل بفتره ساعه اذا بدكم. هلا بلش الطقس يبرد شوي ليصيروا عندكم جاهزين. وهيك بنكون عم نزين كب كيك الاورنج. حتى فيكم تحطوا من عصير الليمون بخليط الكيك اللي عندنا من فوق، يعني بخليط السكر. بنكمل بهالطريقه. فيكم تزينون ترجعوا بالفواكه المجففه اذا بدكم، او بحبوب الشوكولا كمان بيطلعوا اطيب واطيب. لكن الكيك عملناه بفتره، قسمنا الخليط قسمين عملناه بفتره من دقائق اخذت معنا على المكنه. درجه حراره لازم تكون 180 لفتره ربع ساعه الكيك.
بياخد معنا بالفرن. اما وصفتنا الثانيه اللي حنحكي عنها هلا هي عجينه القرقيش. طبيعه الحال العجينه انا تركتها ترتاح، عملتها الصبح، هلا حارجع انا وياكم نعمل العجينه مجرد ما اخلص هالحبات كب كيك اللي عندي. وهيك بنكون نكهناها مثل ما قلت بالسكر الملون. اليوم سائبه استعملنا تلويني الصفرة، حتى السكر بيعطيها طعمه هيك لذيذه، لانه بنعرف الكيك هذا من انواع الكيك الدراي. بس نحن شو حطينا بقلبه؟ حطينا بقلبه من اللبن لا يعطينا، لا الاقربون اولى بالمعروف. حطينا بقلبه من اللبن لا يعطينا هالطعم الفلافي. تفضل. بنرجع ناخد اخر حبوب عنا. طيبة؟ يلا. وهيك كب كيك صار جاهز. نجي نوضعه بهيدي الميلة، نغسل ايدينا على السريع لنحكي حتلاحظوا انه انا استعملت صواني المافن اللي عنا، استعملت معهم الورق اللي بيجي ورق زبدة، ورق صغير، فيكن تعملوا الحجم الكبير وفيكن تعملوا الحجم الصغير. بهالطريقة تجوا بتوزعوا ورق الزبدة وبتاخدوا خليط الكيك اللي عنا، وإذا بدكن بقلب إبريق صغير فيكن توزعوا المقادير، أو بكيس سكب مثل اللي عندي كمان فيكن تسكبوا بقلبه المقادير. اللي رح يصير أنا ما حاسكبهم للكب كيك هون، هلا حخلي الخليط بالبراد وبكره بعملوا كيك كمان ومنقدمه بطريقه تانية. هيك بنكون عملنا، ورجيتكم كيف عملنا الكب كيك على النار، كيف عملناه على المكنه، كيف زيناه وعملنا له الزبده مع السكر، وكيف بنفرد ورق الزبده او ورق الكب كيك والمفن اللي بقلب التري، ودرجه حراره 180 قلنا ربع ساعه ل 18 دقيقه بيكونوا عنا جاهزين لانه صغار. اذا كان الحجم الاكبر بياخذوا معنا من 20 ل 25 دقيقه بقلب الفرن. لكن الخليط اللي عنا حارجع استعمله بكره، حاجي شيله على جنب ونغطيها ونروح فيها على البراد، وبكره بنرجع بنعملها كيك اذا الله راد وبنخبزها. لكن الكيك عندي صار بالبراد، انا ما عتلن هم، المفن صاروا جاهزين. نجي بدنا نجهز قصه العجينه. هتجوا اول شيء مسح طاولتنا، حكمل ترتيب شوي، نحضر اغراض العجينه، مندور الزيت، منروح تايم اوت، وبرجع انا وياكم ومع رولا. يلا. بريك. اخر فقره لنا بعالم صباح اليوم اكيد مع الشيف عبد الله ورشد ملح. وصلنا لختام عالمنا الصباحي. لكن المفن مثل ما قلت الخليط عملناه جهزناه، حنجي ندور الغاز نرجع ونقرب الزيت لنعمل عجينه ونقليها ونغطسها بالقطر. حتلاقوا العجينه عندي هيدي الميله. شو عملنا بعجينه القرقيش؟
اخذنا من الطحين، اكيد الوصفات هيبرموا قدامكم على الشاشه، واللي ما بيلحق في يحضرها على يوتيوب عالم الصباح، وفي شوفها على صفحه الشيف عبد الله خضر على الفيسبوك شيف عبد الله خضر. نجي بناخذ مع الطحين من اليانسون رشة ملح، اليانسون الحب مش المطحون، ناخد من حبة البركة، وآخر شيء من السمسم. هنجي نشيل المكونات على جنب، طحين، رشة ملح، سمسم، حبة البركة، ويانسون. حأجي أضيف عليهم كوب من المي وبعد كوب المي منضيف نص كوب من زيت الزيتون. ولا أهين من هيك عجينة لحلويات، لحلويات إذا بدكم بنكهة البهارات أو سبايس أو اليانسون، شرقية طيبة، وخاصة بهالطقس اللي بلش يبورد عنا مع كباية من الشاي بتطلع كتير تمام. العجينة بدها رياحة بس لزيت الزيتون يتغلغل إذا بدكن بقلب الطحين والسمسم، وبعدين نرجع منجهزها لنقليها. يعني هلأ أنا دعكت المكونات مع بعضها، هاجي خدها بهالطريقة، ليكو الفرق هتشوفوا بين العجينة الخمرانة الجاهزة وبين العجينة اللي بعد ما جهزت. ليه بتجي على اللس يعني؟ ما عم بفهم أنا. ايه طلع لس؟ ايه هذا شو اسمه؟ لا فايت بقوة انا. فايت بقوة. هاي شايف كيفك؟ كيفك؟ منيحة؟ كله تمام؟ هاي العجينة اللي عنا حنتركها مثل ما قلت على جنب لتختمر. شو بدك تعملي على السريع؟ أنت. ايه بدي أعمل على السريع. ما بدك تعمل كثير رواق، بتاخذي من البسكوي اللي استعملتي الصبح بالترويقة بتحطي هيك قطع البسكوي. كفي بما أنك عملتهم. طب كفي أنت هون. طيب خلص نعملها. يلا نجي نقسم العجينة قسمين بهالطريقة، بنرش شوي من الطحين، بنغبر الطاولة اللي عندنا، رولا شو عم تعملي؟ رولا 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 على هيدول. ايوه ايه اوكي. لكن شفتوا العجينه كيف يصير لونها غامق على زيت الزيتون اللي بقلبها على حبه البركه. رولا قتلتيهم كلهم شو؟ بس صحتين صحتين وعافيه. بس لنلحق حالنا خلي يرجعوا يعملون بنلحق. خلص عم كفيهم. لا عليهم. لا عليهم. بس حتى هيك نكون حطينا على كل الطبقات. اعطي خبزك للخباز ولو اكلوا كله. 100%. انا خلص؟ انا هون لقلك خلص. تركني ميرسي. هاي العجينه اللي عندنا لانه كان منيح معي. حط عال. هلا نستعمل سكينه او نستعمل اذا بدكم دولاب البيتزا. شو هنعمل؟ هنجرب عجينه بالاول، نرجع مندور الزيت. نجرب عجينه مثل ما قلت بالاول. شو بنعمل؟ بناخذ من هالخطوط نرجع الخطوط اللي عندنا كذلك الامر نعملهم مثلثات بهالطريقه. نجي بناخذ هالمثلثات. ايوه. وبنسقط بالمثلثات بقلب الزيت. منيح على القافيه. لكن برجع بعيد العجينه على السريع. طحين 3 اكواب،
فانيلا سوري سمسم، كوب من المي، نص كوب من زيت الزيتون، رجعنا ضفنا عليهم من اليانسون الحب. شو هيدا قطر؟ ومن حبة البركة، هيدا قطر. عم نقلي هالمثلثات اللي عنا. نقرب هدول لهيدي الميلة. نرجع ناخد تاني شقفة من العجين اللي عنا. حتى بتشوفوا انه عجينة الزيت زيتون بالايد فينا نمدها. يعطيك الف عافية شيف. فيكن كيف ما بدكن، الله يعافيكي، كيف ما بدكن تقطعوا العجينة فيكن تقطعوها. هي حبة بركة، حبة بركة، سمسم، ويانسون. هذه خامس مرة بنقول. بعد في عندك وقت تقول أكثر. أوكي. نجي. شو بناخذ هلا رولا؟ القطر. ناخذ. حطهم بالقطر. ما بدك تخفف لهم الزيت؟ لا. ولا هيك لازم؟ هلا رح نعمل، حناخذ هدول لهون. قرب لك الصحن لعندك. أيوه. قرب لك هي لعندك. بتشيلي من القطر وتحطي عليهم. خلص خلصت. إيه هيدي خلصت. مبروك. أوكي. بس هولي ما حيخلصوا. ايه بتشيلي من القطر. بس لازم دقلك هون. طب ما بدك تشيلي من القطر ليبردوا شوي، بتحطي هون. صح. وبتحطي عليهم من شو؟ من الجوز الهند. برافو عليكي. يلا نرجع بنكمل. وهيك مشاهدينا بيكون وصفتنا لليوم. ايه ليه عم تعاني حاسك؟ عم بدي اتاكد من الطعمه. وهي باقي المثلثات. عرفتها شو هي؟ هلا عرفتها. وين عرفتيها؟ الريحة. عرفت شو هي الأكلة، ما كنت عرفتها. مالحة طلعت معك ولا حلوة؟ لا حلوة. لكن عملنا الكب كيك، عملنا الفروستينج تاعيته، لوناها بالأصفر، هلا عم نعمل عجينة القراقيش، كمان تروقنا الصبح ترويقة البيتزا بالحلوة، الترويقة الحلوة، يعني إذا بدكم مع الموز. والتفاح. كانت كرواسون، هذا طلب خاص كان لإلك. ما عملنا كرواسون حتى ما يفكروا هلا المشاهدين انه عملنا كرواسون. هلا نرجع بنقطع بهالطريقه العجين اللي عندنا، كمان في حدا داعي علي لنقشه الحرقه، بس مش مشكله. شو اجت؟ حرقه. هذا مصطفى اكيد من الصبح لحق على الكرواسون. بكره حيكون عندنا وصفات، بكره بنعرف نعمل مالح موالح. بكره حيكون عندنا كفته القرنبيط مع الجبنه. اوكي. وحنعمل تشيكن بيكاتا. شو مش غلط؟ مش غلط. ايه لا طيبه. يلا تكرمي بجوز الهند. تكرمي. اوكي. وهيك على فكرة حتى ما يعني طعمتها طيبة، ما نونيد كثير يكون جوز هند. شوي بس يعني هي بس هيك كمنظر يعني، بس لأكثر ولأقل. هي بقلبها هول النكهات، حبة البركة مع اليانسون. انف مثل أنا ما غيرت بالوصفة اللي أعطيتيني إياها يعني. برافو برافو. بعدها هي ذاتها، هي هي. برافو. ما فيني أعدل من راسي يعني، بعرف. تلميذ نجيب. إيه بعرف بعرف. يا معنا دقيقتين. يا هيدا الزيت اكيد بس يبرد نرجع نستعمله، بنصفيه اذا وقع بقلبه شوي من حبوب حب البركه، اليانسون والسمسم. حتى في عالم بتعرفي شو بيعملوا؟ هيدي العجينه بعد ما يقلوها بتركوها لتبرد. كيف؟ بسكبوها بصحن وبيكونوا على جنب عاملين الزعتر تبع المناقيش. ايه؟ مع زيت الزيتون وبرشوا على وجهها هيك، بتطلع كمان كتير طيبه. هي البلس بلد يعني ما يحطوا قطر؟ بلا ما يحطوا قطر، لانه عجينتنا نحن مرتكزين بقلبها. ايه معقول. ايه رأى عن جد عم بتطلع انه الطعمه. بنفنس عليكي يعني، نحن ما بنفنس. لا معقول تطلع طيبه يعني. يلا. لانه فيكم تنعمل بس ما تكون طيبه. جيب لك صحن ثاني. اوعى تتحركي. ها يا وهي صحن ثاني. تفضلي. افضلت. بنكمل قلي كم حبة بعد
لكن ما ضروري تتركزوا على هذا الشكل اللي انا عم قطعه. فيكم تعملوا الاصابع، فيكم تعملون مستطيل، مكعبات، اللي بتريدوها، فيكم تعملوا هيدي العجينه. شو عم تعاني؟ لا ليه؟ مصرة؟ خلص خلص خليها هيدي الشقفة ما في أثر، بس حطي لنا شوية جوز هند عليها لنرجع نقدمها. جبتها. يا هيك لكان هيدي العجينة اللي عندي، مع العجينة اللي قديمة شو فيكم تعملوا؟ لكن شو حنعمل؟ حاجي ادمجها بهالطريقة واخذ من ورق الخشخاش وفينا ناخذها نستعملها بكره، نعملها بالفريزر بعد شهر، اللي بدكم اياه فيكم تعملوا هيدي العجينه. ثانك يو رولا لك على الترويقه. ميرسي. ثانك يو لك عن جد. كان نهار كثير حلو، ميرسي كثير. يعطيك العافيه شيف، اكيد بكره رح نرجع نشوفك نحن معك ان شاء الله. اطباق جديده وعالم صباح جديد، وانا بشوفكم نهار الثلاثاء. باي باي. رجع متحلي واكبر اكثر مكان.